الحمراء، الأشرفية، الضاحية الجنوبية، طريق الجديدة، وغيرهم كتير من المناطق يلي منسمع عنهم ومنزورهم، والبعض يمكن ساكن فيهم بس أغلبنا ما بيعرف لا أصلهم ولا فصلهم. لهيك قررنا نطلع عليكم ببرنامج جديد لنعرفكم أكثر عن تاريخ هالمناطق، كيف انوجدوا ومن وين اجت تسميتهم. انطرونا ببرنامج لوين رايحين يوميا الساعة 9 مساء على قناتي ربيع ياسين خلال شهر رمضان المبارك.